أهلا بكم إلى هذه الحلقة الحوارية من بيروت اليوم. ضيفي الصحفي والكاتب السياسي الأستاذ أمين أموري. أهلا فيك أستاذ أمين. أهلا منا. في صحيفة النهار طبعا ما نسينا نذكر، بس أشهر أن تعرف بداية وقفة مع أبرز ملفات بيروت اليوم. سليمان وجه الدعوات لأقطاب الحوار، فهل عقبات الانقسامات السياسية ستؤجل الحوار ليكون مع الرئيس الجديد للجمهورية؟ هل تتفق حكومة الأضداد على إجراءات تحقق أمنا ثابتا وتضبط الحدود؟ منذ حوالي 6 سنوات وقبل الأزمة السورية، طرابلس تنزف دما، فلماذا يتعذر الحل ومن يحرك ومن يمول؟ هل أعادت أزمة القرم الحرب الباردة؟ وهل يطبق الرئيس الأمريكي السياسة السورية في أوكرانيا؟ أستاذ أمين، رح نبلش من الحوار الوطني اللي توجهت الدعوات من دون أن يستشير الرئيس الأقطاب حتى، ولكن وجه الدعوات. هل برأيك رح يصير في حوار وطني من بعد ما بلشنا هالردود هيك مش مطمئنة كتير؟ يعني أنا بتخيل يعني مقاومة بلا التعريف وأكلت معنا وقت هالقد، فإنه كيف بده يكون الحوار؟ بعتقد إذا في شيء ممكن نتحاور عليه هو هلأ اللي عم يصير، يعني الحكومة قادرة تعمله. فما بتخيل أبدا يعني إنه أمورنا الكبيرة والأساسية اللي هي أصل الخلاف يمكن أن تحل هلأ. يعني موضوع النائب النفس، موضوع العلاقة بسوريا، هذه طبعا كلياتها مستجدة. رح يلبوا بداية الدعوة ليقرروا بشو بدهم يتناقشوا. إذا ضمنوا قررت لا، فبتصور اللي عنده موقف من رئاسة الجمهورية يعني ولهم اعتبارات معينة. فأنا بعتقد الموضوع بضنه أولا وأخيرا سوريا، يعني كيف ننظر إلى سوريا وخصوصا هلأ بهذه الفترة الحاسمة والمنعطف الحاسم. ما نكذب على بعضنا، الكل اليوم ناطر شو بده يصير بسوريا. في فريق من البلد مستعجل أو حاسس أنه الكفة بدأت تميل لصالحه، في فريق اليوم بيقول لك لا هذا مؤقت، خلينا ننتظر شوي أكثر. يعني عم تحكي عن فريق حزب الله 8 أدار أنه الكفة تميل لصالح النظام اللي هلأ هيك عم يعتبر. هذيك بيعتبر لا، أنه هذا كله مؤقت، لابد من أنه إعادة تجليس الموقف في سوريا لأنه لا يمكن للأمور أن تستمر على هذا المسار. فعلينا أن ننتظر. أنا بتصور كله مؤجل إلى ما بعد سوريا الحوار. سوريا ما رح حتى تخلص حتى انتخابات رئاسة الجمهورية. سوريا ما لا رح واليوم تخلص. سوريا إلى مزيد من الصعوبات. هلأ أكيد رح نحكي كثير عن موضوع سوريا. يعني اليوم سوريا رايحة على طريق تاني، يعني بعتقد في تجديد على بكارت بلانش لثلاث سنين جديدة على القليلة. يعني للرئيس بشار الأسد؟ لا مش للرئيس بشار الأسد، للأزمة السورية أنا تستمر. لأنه يعني للأسف من كم يوم بارح قبل مبارح كان الذكرى الثالثة لبلد. وهلأ أكثر شيء فينا نعمله أنه خلينا نقدر نقطع وقت، يعني ما بتصور أنه في بالوارد أكثر من هيك. فكيف ممكن تحل مشكلة مثل مشكلة المقاومة؟ كيف تحل مشكلة مثل مشكلة إعلان بعبدة؟ كيف تحل مشكلة مثل مشكلة النائب النفس إذا لم يظهر ضوء ما في سوريا؟ لأنه بالآخر بعتقد أنه الكل يعرف أنه كيف يسير اتجاه التغيير في سوريا يكون اتجاه التغيير لا في لبنان. كتار وبالتالي نعم. جلسة المفاوضات أو قعدة المفاوضات ربما يحضر البعض ويكون جلسة إجرائية وتنتهي بعد جلسة بعد كلمة الافتتاح لأكثر وقت. كل مرة يعني ولا مرة شفنا إنجاز أساسا، لكن كان على طول يقولوا أنه مجرد جلوس حول طاولة هيدا شيء. هيدي الحكومة اليوم شو بدك أحسن من هيك؟ حكومة جامعة كل ديوك البلد، كل متاريس البلد موجودة فيها، فإنه تستطيع عبر هذه الحكومة أنك تقومي باللي ما قدرت تقومي فيه لا بجلسات الحوار ولا بشيء آخر. فبالتالي كل ما يطرح على جدول أعمال هذه الحكومة لا أعتقد أنه سيكون بعيدا عن جدول أعمال الحوار. مع أنه بوقت اللي كان فيه جلسات صياغة البيان الوزاري يعني يمكن للتهرب من بعض الأمور مثل إعلان بعبدة حلو للحوار الوطني. فكيف بدك يعني هلأ لأنه كل عارف مدى صعوبة البت في مثل هذا الموضوع. فأنه إذا مش قادر حله بالبيان الوزاري قادر حله على طاولة الجلسات في بعبدة وهكذا. الأمور الثانية، الموقف من سوريا، المشاركة العسكرية في سوريا ولائحة تبدأ ولا تنتهي من مجموعة خلافات كتير كبيرة وأساسية صارت بالبلد. كلياتنا بنعرف أنه التوافق ما بيكون بالبلد إلا بكبسة زر خارجية أو أنه هناك شيء
واقع جديد لمصلحة قوة معينة هي تفرض فيما بعد جدول أعمالها وبتصير تمشينا مثل ما هي بدها. يعني لما كانوا السوريين أو يا ما كانوا ينطروا اللبنانيين على شو مختلفين أو شو متفقين يقولون نفذوا نفذوا. لما كان في توافقات أيضا بين السعودية وبين سوريا لما يتفق السوري والسعودي كنا نحن نمشي. اليوم المهمين كثير طبعا اولا سوريا السعوديه ثانيا ايران. بعتقد لحد اليوم بعضهم مش فاتحين تليفون بين بعضهم. طبعا النظام السوري بعتقد طبعا لم يعد في القوه التي كانت فيها في السابق، لكن قدرته على التعطيل لا تزال حتى هذه اللحظه فاعله واساسيه، ان كان غير بطريقه غير مباشره على الاقل عبر اصدقائه في البلد. فاذا كانوا مثلا بدك تتطرق الى اي موضوع بما فيهم بكره انتخابات رئاسه الجمهوريه، يعني اذا لم يعجب دمشق فحتما يمكن ما فيها تسمي دمشق لكنها على الاقل فيها لهذه الدرجه بعد مؤثره بالسياسه الداخليه دمشق. واذا ما عم نقول اذا مش هي مباشره عبر اصدقائها. واليوم طبعا صار لها كلمه، يعني انتقل النظام السوري من محل الى محل اخر، يعني كان بمرحله الدفاع صار بمرحله الصمود، اليوم نحن عم نشوفه بمرحله الهجوم. هذا لا يعني ابدا ان النظام السوري سيعود للإنساك بسوريا كما كانت أستاذ أمين. صحيفة اللواء ألمحت إلى أن حزب الله ممكن ما يشارك بالحكومة، وحكيت عن ملاحظات عطيها الحزب عن أداء الرئيس ميشيل سليمان، وعندما قال أنه ما يشارك بجلسات الحوار. إيه يمكن ما تشارك جلسات الحوار مش بالحكومة، لأنه كان في شوية تلطيشات أنه لما قال رئيس الجمهورية ضلع المقاومة انكسر من خلال قتالها في سوريا. فامبارح حزب الله عم يرجع يذكر، فصحيفة اللواء بتقول يمكن ما يشارك. سؤالي لك هو ليش ما بيشارك على الطاولة ولو لكسب الوقت؟ يعني لطالما كان يقعد على الطاولة وشيء لم يتغير ولن يتغير. أنا بعتقد هل هو الموقف الأد حد من رئيس الجمهورية؟ لا أنا بعتقد بيشتغل سياسة في النهاية حزب الله. يعني لو كان موقفه حد من رئيس الجمهورية ومن بعض الأمور، في أمور كتير شفناها كيف غير موقفه، يعني بالحكومة كانت واضحة أنه كتير براغماتي بلحظة من اللحظات فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الداخلية للبلد. أولا هو بعتقد يعني منه شايف حتى كل البلد، يعني بالنسبة له هذا تفصيل من معركة أهم وأكبر عم يأخذها لبرا. يعني مثلا شفناه أنه القصة إذا بتمشي حكومة بـ8-8 بنمشي فيها، مع أنه كان عم يقول بالأول أنه لا نزول أبدا عن مبدأ الثلث المعطل. بالبيان الوزاري كمان كان عم يقول أنه السقف الأعلى هو الثلاثية الذهبية، فيما بعد الثلاثية الذهبية لم يبقى منها شيء إلا المقاومة ونزعت بطريقة أو بأخرى حصرية المقاومة. فلذلك إذا لقى في ضرورة أنه إذا هذا بخفف له من الاحتئام بالبلد، لأنه هو ما بعتقد أبدا ولا بلحظة من اللحظات يرغب في مثل هذا الاحتقان، إذا بيخفف هذا الاحتقان فليكن. وما بعتقد أنه كانت المعركة مع رئيس الجمهورية بفترة من الفترات أدت النتائج المرجوة، لأنها لا تقدم ولا تؤخر بالآخر. أي معركة من هذا النوع تتسبب بخسائر ولا تفيد. فما بعتقد إذا اليوم في دعوة للحوار وكل الأفرقاء ذاهبين إلى الحوار دون أن تمس مقدسات بيعتبرها حزب الله بيروح. يعني بعد اليوم ما انطرحت شو هي عناوين الحوار بنروح. أنت بتعتقد أنه بيشارك إذا كان الكل مشاركين، يعني إذا كان في رغبة ما مثلا بالمشاركة، ما هو شارك بالحكومة فإنه ليش ما بده يشارك بقعدة من هالنوع؟ ما رئيس الجمهورية يترأس جلسات مجلس الوزراء، إنه شو المشكلة إذا ترأس جلسات صحيح. مجلس الوزراء أو ترأس جلسات الحوار، إلا إذا بين له شو بند من شأنه إنه يتعارض مع سياسات العامة. فأنا بعتقد بعد بكير تنحكي اليوم إذا في شيء يعيق الحضور أو لا يعيق. حضرتك قلت في مبدئي بالنسبة للقوات اللبنانية اللي لهم فترة يمكن بهالطريقة حاسين حالهم إنه عم يتميزوا عن غيرهم وإنه هن أصدق مع نفسهم مع مبادئهم، خاصة نحن على عتبة انتخابات نيابية بعد فترة معينة، وكل اللي بتعرفي الشارع المسيحي أكثر مني، فبالتالي إنه ربما عم نحقق بعض المكاسب بهذه الطريقة. فبفهم موقف القوات اللبنانية اللي تخلى عن الحكومة وتخلى عن الوزارة إنه اليوم هذه جلسات الحوار لن تفيد بشيء. لكن حتى القوات اللبنانية بلحظة من اللحظات بالعلاقة مع حزب الله، لما صارت العلاقة مع حزب الله بلشت الحسابات تتغير. كيف؟ بمد الإيد. من خلال الكلمة مشكلة. اللي طبعا ما في مشكلة بمد اليد أنه نختلف، لكن لا يمنع أنه في حسابات. شو هاي الحسابات ليش صارت عند القوات اللبنانية؟ ليش فجأة مدوا اليد لحزب الله؟ ما بعرف إذا انتخابات رئاسية بركي انتخابات الرئاسي لعل ذلك، يعني بالبلد في الحسابات دائما
موجودة على الطاولة يعني وللبيع والشراء يعني دائما شغال يعني. من ميلي من بيع موقف مبدئي لحتى نكسب جمهور بطريقة معينة، ومن ميلي تاني لأنه انتخابات الرئاسي قد تكون داهمة بالفترة المقبلة، فأنا ليش بدي أحرق كل ورائي مع طرف هو ناخب؟ يعني ما فيك تقول اليوم أنه إيران ليست ناخب لرئيس الجمهورية، أو حتى أصدقاء إيران في لبنان ليسوا ناخب لرئاسة الجمهورية. آخر شيء إذا فعلا عندك هذا الطموح، وهذا طموح مشروع لأي طرف اللي طبعاً. كان أنه كمان أعمل كل حساباتي أنه أنا ما أقطع الحطوط، عدا عن أنه الحليف الآخر أو الخصم الآخر عم يروح باتجاه آخر، يعني عم بحكي عن التيار الوطني الحر وما يحكى عن تقارب بينه وبين تيار المستقبل بالفترة اللي هذه العلاقة إلى حد ما اهتزت ما بين المستقبل والقوات اللبنانية. أنت بتلعب لعبتك وأنا كمان بالمقابل بلعب لعبتي. هي عم يردها برأيك لتقارب العون المستقبل، عم يردها لسعد الحريري أنه ما بعتقد لسعد الحريري مش لسعد الحريري للمملكة العربية لأبعد الكل أنه لأبعد أنه كمان شيء كل آياتنا بتعرفوا تلعبوا كمان احنا بنعرف نلعب وانتم في ورق بجيبتكم كمان احنا في ورق بجيبتنا ما في مشكله يعني ممكن حتى تصل الامور الى انه اذا بدكم نعمل تفاهم اذا كانت الضروره تقتضي ذلك طبعا بكير بعد حكي يعني من هالنوع بس انه اذا كانت الضروره تقتضي ذلك ليش لا هذه لعبه السياسه دائما في البلد انقلاب للمواقف وتغيير للمواقف باي لحظه من اللحظات ممكن يحصل. حضرتك كنت عم تقول انه حزب الله شارك بالحكومه، تنازل عن اللي كان متمسك فيه الثلث المعطل او 996 وامور ثانيه، وبنفس الوقت كنت عم تقول سوريا بمكان ما بعد لها دور عبر طريق بطريقه ما او مباشره او بشكل غير مباشر. برايك دخول حزب الله وتنازله بعض الشيء عن بعض الامور هو مطلب خارجي كان؟ لا بعتقد في هم اساسي ومهم جدا بالنسبه لحزب الله. الذي يقلق حزب الله أكثر من أي شيء آخر هو احتمال الفتنة السنية الشيعية. ليس له مصلحة ولا بأي شكل من الأشكال أن يكون هناك فتنة سنية شيعية، بكفي ثقل مشاركته في الحرب السورية. فكمان نضيف عليها مشكل بالبلد من وقتها إذا فيني أتفاداها بأي شكل من الأشكال حتى أتفرغ لمعركة الثاني يكون جيد. والمشكلة بهذه الحالة أنه لما كان عم يفكر بهذا الموضوع كثير تنسي كل المسائل الثانية، ففي بعض الأحيان حتى بتنسي حلفائك الأقرب لإلك وشو عم يفكروا يعني ببعض الأوقات. وكمان عند الطرف السني في هذا الهاجس كمان القلق من إطلاق يد حزب الله مثلا بالساحة، أو أنك ترغمي لحزب الله على اتخاذ موقف أنت منك قادرة تدافع عن نفسك فيه بهيدا إذا يعني، أو تستثيري لدرجة أنه تخليه يأخذ موقف قاسي وصعب. أنا بعتقد الاثنين محكومين بهيدي بقضية الفتنة اللي قد تصل إلى، واثنين عم يحاولوا قدر الإمكان أنه ما يصلوا لها. بتضلنا خلافاتنا تتصل إلى هذا السقف. أنا بعتقد هذا اللي خلى حزب الله يقبل ببعض التنازلات ويدخل بالحكومة، وبعتقد كمان هذا اللي خلى المستقبل أيضا أنه كمان يقدم تنازلات بالمقابل من بعد ما تخلى عن تحفظه على موضوع أنه أنا بمد اليد لحزب الله أثناء مشاركته بسوريا. أنه لا خلينا نتفادى المشكل الكبير اللي هو خطر كبير على البلد وعلى المنطقة كلياتها، بأنه لا نتناسى هذا الموضوع وبنرجع بعد أنا وياكم على الطاولة بنحاول قدر الإمكان نضبط أمورنا أو أنه نمرق اللي بدنا إياه من دون مشكل كتير كبير بانتظار الآتي اللي هو في سوريا. حضرتك كنت عم تقول كمان أنه سوريا اليوم بلشت بمرحلة يعني كانت عم تدافع يمكن بلشت تهجم، كيف الخارطة اليوم بسوريا؟ فينا نقول لغاية هذه اللحظة انتصر النظام معه حزب الله اللي هو شكل دعم أساسية. البعض يتحدث عن أنه يمكن لولا السيدة روزانا أبو منصف تكتب صحيفة نهار أنه يمكن لو ما وغيرها كمان كتبوا كتير لو ما كان حزب الله عم يساند النظام يمكن ما كان حقق هالقد. هذا عامل أنا بعتقد العامل الأساسي، ونحن موهومين أنه هو هالقد بعده قوي بس لكن هو أضعف من ما هو. هذا عامل أنا بعتقد اللي صار بسوريا شيء آخر تماما مختلف. اللي صار بسوريا بكل بساطة انه حلف النظام او الحلف الذي يستند اليه النظام في الداخل وفي الخارج كان اكثر متانه واكثر قوه من الحلف الذي استندت اليه المعارضه. يعني بعد ما بحياتنا شفنا معارضه من خلال 3 سنين لا تنتج قائد، سقطت بمطبات اخلاقيه بسرعه فظيعه يعني واعطت النظام فرص لانه يعيش. انا بسمي دائما بقول سر بقاء هذا النظام هو هذه المعارضة، ما في شيء تاني. يعني قدمت له هدايا عن أبو جنب، والهدايا مش بس اجتوا من المعارضة نفسها، اجتوا الهدايا حتى من الخارج. ومبارح تلقى هديتين كتير كبار
يعني بالفترة الأخيرة. الهدية الأولى من انشقاق الخليج الخليجي، يعني بدل ما يكونوا الخليجيين متفقين وعم يدعموا طرف واحد، شايفين شو عم يصير بين قطر وبين السعودية وكيف انعكست سلبا على المعارضة. والهدية الثانية اللي رجعت اجته كمان الروس، الروس اللي كانوا إلى حد ما بعدهم عم يسيروا الأمريكان وعم يضغطوا إلى حد ما على النظام بعد المسألة الأوكرانية، اجت تعطيه هدية انه لا في عندك حدود تلعب. ولاحظي قام الهجوم الكبير بالفترة اللي كانوا فيها الروس والأمريكان ملهيين، يعني بعد جنيف 3 ومن بعد اللي حدث جنيف 2 وبعد اللي حدث بأوكرانيا. فأيضا بالداخل السوري، حتى بالداخل شو اللي عملوا المعارضة؟ المعارضة بالطريقة اللي سلكوا فيها أو بعض المعارضة أخافت القسم الأكبر من المسيحيين، العلويين المعارضين اللي كانوا خايفين، اللي كانوا حابين كمان يكون في تغيير يعني، وكانوا مساندين للحراك الحاصل والثورة، قالوا لهم لا إذا بتكفوا بهذه الطريقة ما لكم مكان عنا. والقسم الأكبر من السنة المعتدلين وخصوصا اللي موجودين بدمشق وبحلب، اللي فيما بلحظة من اللحظات كانوا مفكرين إيه إذا تغير سوريا معنا مشكلة، بس لما تشوفي معارضة متطرفة بهذا الحد بقول لك أنا حتى ما عندي مكان بيناتهم، فصار عمل له سند داخلي. وبنفس الوقت بدي أقاطعك أستاذ أمين بالكلام عن المعارضة والتطرف، كثر يقولون إنه التطرف منه فعلا المعارضة السورية، وإنما هي صنيعة نظام طبع. أدخلت إلى المعارضة لتشوه لصورتها وتفتعل أفعال طبع. يعني الائتلاف السوري المعارض أو المجلس الوطني بيقولوا إنه جبهة النصرة وداعش هني ما بيتبنون وما نون جيش سوري حر، يعني في تمييز بالسوسيولوجيا فيك تقولي، وبالتفسيرات الفلسفية والنفسانية شو ما بدك، يعني بتلاقي في تحليلات انه هذا النظام بعد 40 سنة من القمع ما كان ممكن ينتج الا هذه الحالة. لكن كمان بقول لك حالة تانية، يعني بكل دول العالم كان في ثورات وكان في قمع وكان في ديكتاتوريات، بثلاث سنين كان على القليل كان ممكن ينتج شيء. يعني انا مثلا افترض لو كان هناك دعم حقيقي للمعارضة بأي بلد بالعالم، بأي ثورة بالعالم، إذا هي مش قادرة تنتج قضتها على الأقل إذا وجهتي كل الدعم لطرف واحد، الدعم السياسي والمادي والعسكري والسلاح لطرف واحد، مع الوقت بده يصير قائد بده يمسك. أنا اليوم بتحديك حدا يعطيني اسم قائد واحد للثورة السورية، للأسف مفتش عليهم التفتيش مش عم نلاقيهم، وأسماء يعني حتما منا مقبولة، مش منا، من السوريين أنفسهم تحولوا هم أنفسهم إلى مشكلة للمعارضة السورية. ما عم برر حق يعني، في بتلاقي تبريرات شو لقد ما بدك لمشكلة لداعش للنصرة لكل، بس إنه يعني إذا الأمريكان والسعوديين والأتراك قعدوا على طاولة وقالوا بدنا فلان الفلاني المحترم المهذب اللي عنده تاريخ ما ودعمناه ووفرنا كل الدعم له، هل نستطيع أن ننشئ معارضة صحيحة أم لا؟ لو وفرنا كل الدعم للجيش السوري الحر ما كان ممكن تعمل جيش السوري الحر قوة حقيقية لها نظام ولها بديل ولها ما بعرف شو ولها أطر سياسية. لكن للأسف صارت المعارضة السورية ملعب للباقيين يتنتفون. هل ما كانت قادرة في المقابل المعارضة؟ في المقابل الدعم الإيراني كان ساحق وماحق للنظام وما في مزح. الدعم الروسي كان كتير كبير، الدعم الصيني كان كتير كبير، وأكثر من هيك الصين وروسيا وإيران مختلفين على كل شيء، متفقين على تقديم الدعم للنظام ولا نهار أخلوا. في حين بالمقابل من يدعم المعارضة السورية قطر والسعودية نتفوا بعضهم، السعودية وتركيا الخلافات بين بعضهم قد ما بديك، الأمريكان عندهم حسابات تانية. بالنسبة للأمريكان شغلة واحدة بس، أنه خلصونا من السلاح النووي الكيميائي وخلي سوريا تتدمر على مهلة، بخلط من البعث وبخلط من حزب الله وبخلط من المتطرفين الموجودين هون. وبالنسبة للأمريكان وبالنسبة لإسرائيل هذا وضع نموذجي. يعني إذا بالتدخل الخارجي فشلت الدول اللي بتدعم المعارضة أن تقدر تقدم شيء نموذجي. بس المعارضة نفسها ما كانت قادرة تعمل هي شيء. ما كانت قادرة تعمل شيء لأنه بكل بساطة حطوها بمحل كتير صعب وحطوها بخيارات كتير صعبة. إنه لآخر شيء التنافس حتى بين المعارضة نفسها، بين قادة المعارضة مين بده يتبوأ مين شوف الخلافات اللي كانت تصير بالنقاشات بين أعضاء الائتلاف الوطني والمجلس الوطني. أنا مع أنسي موضوع داعش والنصرة والمنظمات الإسلامية والجماعات الإسلامية اللي كانت موجودة ببرا، سياريت شو مرة حضرت اجتماع لأنهم وعم يتناقشوا هني مع بعضهم. لك أنا ولا نهار سمعت منهم أنه نحن كيف نتصرف مع العلويين،
بالمستقبل، كيف يمكن أن نتصرف مع الجيش السوري في المستقبل؟ هل نحافظ على الجيش السوري؟ كيف يكون دوره؟ ولا نهار سمعتهم عم يقولوا بموضوع الجولان كيف يكون موضوع الجولان مستقبلي، لكن في خطة مستقبلية ولكن في وضوح بالرؤية ولكن في معمول كتب، بس أنا أكيد هذه الكتب اللي انعملت ما في واحد حتى بالمعارضة السورية وأركان السياسيين الكبار قارينه. بتحكي شيء بتسمع منهم شيء وبتروح على الأرض بتسمع شيء تاني. بعدين مش بس هيك، القاضي اللي من يفترض بهم أن يكونوا قاضي كانوا ملهيين بهالفنادق الكبرى، بتلاقيهم مثلا بأحلى مطاعم وأحلى فنادق إسطنبول وأحلى مطاعم وفنادق بقطر أو بينما ما في واحد منهم عاش على الأرض. في ثورة بالعالم قاضتها ما بيكونوا قدام ناسا وبيقدموا التضحيات، كان الشعب السوري عم يقدم تضحيات، لكن بالحقيقة قاضته ومن يفترض بهم أن يكونوا قاضته تخلوا عنه بالكامل، والكلمة الفصل لقلهم والمصاري لقلهم، مش عم تروح حتى للناس اللي كان يفترض عم تكون عم تقاتل. وما في شك انه كان في ناس صادقين وكان في نوعيات كتير منيحة، لكن ما حدا نعرف فيهم، ما حدا نسمع فيهم، ما حدا نحس فيهم. والكاميرا لما كانت تروح تتظهر واحد بالإعلام وتفتش وين في المعارضة، على مين روح تفتش الكاميرا؟ على اللحية الأكبر، على اللي حامل السيف وبده يقطع روسه، وعلى اللي صوته أكتر. ما تروح تفتش على المناضلين الحقيقيين لتنصنع منهم على القليل صورة جميلة لثورة جميلة. هذه كمان حق على المعارضة برأيك ولا هون كمان؟ كلها تدخلت أمور كثيرة، والنظام منه هين ومنه أم الترازة، لعب فيهم تشبع وتسلى فيهم تشبع، ويمكن ساعة عملهم داعش وساعة عملهم غيره، منه هين. وطبيعي لما بده يدافع واحد عن حاله ما بيتوانى يستخدم كل الوسائل. وإذا بتقولي لي إنه داعش عاملها النظام يمكن بقول لك إيه يمكن وأكثر، إذا عارف يعملها بهالطريقة برافو عليك، أنت حق عليك كيف تعاملت مع الموضوع، أنت من البداية ما أخذت موقف من هذه الحالات. يعني النظام حقه يتصرف بكل الطرق طبعاً اللي بتحميه، أنت بالمقابل كيف عليك تتصرف. ولكن المعارضة كانت ضعيفة بتلقي كيف تعاملوا مع النصرة، كيف تعاملوا مع داعش، صاروا يبرروها بحجة انه والله يا جماعه انه نحن بدنا هدول اللي بيساندونا، اي واحد بيساندنا بالقتال ضد النظام. بعد شوي صاروا يتهمون انه هدول صاروا مع النظام، ولا حبيبي شو بك، من امبارح كنا عم نحكي شيء ثاني، ليش اليوم هيك صرت عم تتقاتل انت وياه؟ طب اذا في عدم وضوح بالرؤيه الدعم، والامريكان كان في علامه استفهام كبيره لشو هو الدور اللي عم يلعبوه. لو الامريكان بدهم يصنعوا معارضة، شو استنتج من بعد ما كل هالخطوات اللي بيترددوا فيها الامريكان؟ شو كان عم يعمل الامريكاني اول شيء اللي هامه امن اسرائيل بطبيعه يعني بينت بشكل كتير واضح انه بالسلاح الكيميائي لسوريا اللي هو السلاح الردع الوحيد. وحتى الاخوان امن اسرائيل يعني بقاء النظام بفيده، قصدك تقول بس لا بفيده اكثر من النظام، بفيده اكثر من النظام ان يرى سوريا حجر العقد الاساسي بالصراع العربي الاسرائيلي تتفتت وتدمر بهذه الطريقه. شو بدنا احسن من هيك؟ بعدين شوف الملعب لمين عم يتقاتل فيها، كل خصوم امريكا عم يطحنوا بعضهم ونحن عم نتفرج. لنا مستعد تدفع فرنك، منا مستعد تضرب كف، شايف في خصومه عم يتقاتلوا بهذه الطريقه. بتشرف له لحزب الله لما يطلع يقاتل بسوريا. اعطيني موقف بس واحد الاداره الامريكيه تدين بصرامه دخول حزب الله في سوريا، ما في. يعني كانت بالكلام انه والله هذا موقف مش صحيح، بس انه ليش روح قاتل، دفع ضحايا ودفع خسائر هونيك ما عندي مشكله، والنظام كمان قاتل ما عندي مشكله، وداعش والنصر يعني بتفيدهم حرب استنزاف بالداخل، حرب استنزاف طويله لدوله مركزيه ومهمه وبينت بالجيوسياسي بالجغرافيا السياسيه قديش مهمه هذه الدوله بنظرا الى تاثيرها. طلعت اهم من العراق حتى، طلعت اهم من اي شيء ثاني، عندها قدرات على التاثير فظيعه، هي قلب المشرق، وعندما يصاب القلب تصاب كل الأطراف. وإذا كان فعلا الأمريكان عينه على تسوية كبيرة تقدر توصل إلى هذه التسوية، يجب أن تحيد دولة مركزية وأساسية من بعد ما حيدت مصر اللي هي سوريا، يعني بالأهمية جيوسياسية بالمنطقة بعد مصر اللي محيدة أو هلأ ملهية بوسطها، ضربي ضربتك بسوريا. وعلى الحقيقة كان مصر محيدة، ولكن فشلوا الأمريكان اللي كان بالدنيا موصوله. أنا بعتقد بعد ما فشلوا الأمريكان، طولي بالك بعد بكير بمصر في شغل تاني لمصر. شو عم ما بعرف شو عم ينشغل لمصر. يمكن كمان بكرة هلأ مصر يكون عندها أدوار تانية، إنه ممكن عايزينا بليبيا، لأنه إذا بدهم نفط وغاز، لا بدال النفط والغاز الروسي بدهم يمشوا ليبيا لأنه أقرب لأوروبا. كنت عم تقول بتتوقع تمديد للأزمة السورية 3 سنوات، إيه؟ هلا في استحقاق الرئاسي بسوريا برأيك؟ بنسمع كل الأصوات إنه في رح يرجع يترشح الرئيس بشار، رح يترشح وبينجح،
بينجح بالاصوات المناطق اللي هو موجود فيها، وانه بده غطى سني بوجوده يعني فينا نقول عجز المجتمع الدولي بحمص وبغزه انه والله نحن نلنا ما نرى. اليوم اللي زاد المشهد تعقيد في سوريا طبعا الازمه الروسيه الامريكيه، يعني بدل ما كان انه عم يضحكوا على بعضهم انه تعال نمرق جنيف، كانت هيك انه يلا مظبطه على القليله عامله قاعده على الطاوله، هلا هالمره ما في حتى طاوله انه نزلوا حلوها بالطريقه اللي بدكم اياها. مشان هيك الخطير اليوم بسوريا انه للمره الاولى قد يكون برز خطوط تقسيم جديه لسوريا. ربما اليوم المعركه هي على خطوط التقسيم في سوريا. كيف برزت اليوم؟ ما في، صارت واضحه يعني المناطق اللي عم يرجع يسيطر عليها النظام، صار في تفضاي، يعني في صار في عمليه تطهير لمنطقه كامله تمتد من دمشق للساحل. هلا بعد في بعد جيوب مثلا بمنطقه حمص ومنطقه حما، اذا اتصلت ببعضها بتصير منطقه كبيره، وممكن تكون اذا يعني المنطقه موجود فيها من هم حلفاء النظام سياسيا وغير سياسيا طائفيا، وبالمنطقه الاخرى اللي هي منطقه ريفيه ممكن يكون فيها المعارضه لصعوبه، نظرا لصعوبه امكان انه النظام يقدر يسيطر على المنطقه. طبعا طموح النظام انه يرجع يستعيد سوريا بالكامل، لكن هذه لها علاقه ارتباط بالتوازنات الاقليميه، لها علاقه بالتوازنات الداخليه، لها علاقه بطبيعه التركيبه السوريه. فمشان هيك ممكن يكون اليوم عم ننظف مناطق بالكامل حتى نقدر نرسم زيح. هل في طموح عند النظام السوري عند رئيس بشار الاسد انه يصير في تقسيم بسوريا، يصير في دولة علوية من منطقة جغرافية معينة؟ لا، هو قبل اي كاي نظام انه انا اذا كل سوريا تحت قبضتي افضل بكثير من اني اقسم سوريا. والمعارضة ايضا لانها مستندة الى غالبية سنية، فبالتالي تفضل ان تكون كل سوريا لانه هذه سوريا للاكثريه، وما حدا بالدول العالم قال بلحظه من اللحظات انه اكيد روسيا، يعني اذا بدك تسيا سوريا بالكامل لإلي احسن من القرم لإلي، يعني انه لو كانت اوكرانيا كلها لإلها احسن ما يكون القرم، بس لما ما يعود عندي خيار الا اخذ القرم افضل من لا شيء، افضل من لا شيء. وهذا اللي صاير هلا هيك. امريكا كمان كانت بتفضل انه تكون سوريا كلياتها بحضنها، وانه بالسياسات اللي بتغرد بسربها. طب لما انا اكون اعجز من اني مشي سوريا كلياتها بهذه الحاله، فاذا صار التقسيم واقع فبقبل في اعاده قراءه، في خطر حقيقي. نعم. في خطر حقيقي للمره الاولى يبرز خطر تقسيم سوريا الان بدا تظهر ملامحه، لانه التسويه السياسيه او قطار التسويه السياسيه توقف بمحطه جنيف 2 وما عاد عم يمشي، وما رح يمشي، من بين انه رح يمشي. فمشان هيك خوف انه تصير تتكرس مناطق لهذا الطرف ومناطق لهذا الطرف. وهون هلا المناطق اللي بتتكرس للنظام نفهم، بس المناطق اللي ليست للنظام مين اللي رح يكون مسيطر؟ ساحه مثل الصومال عم تتقاتلوا مع بعضهم، الا اذا فيما بعد خلق شو تنظيم هيك يقدر يكون مشكل كله، ولحد هلا مش مبين. يعني مثل بالطريقه بالصومال بيصير في صومالي لاند وما بعرف مين وبورتلاند وما بعرف شو، كان في اعاده قراءه من قبل اداء دول الخليج وحتى يعني حلفائهم والاوروبيين والامريكان خلال تعاطيهم مع الازمه السوريه وين وصلوا، وهل ممكن يصير في تغيير بطريقه اللعبه؟ اذا الخلاف القطري السعودي هالقد كبير وما مبين انه هلا رح يخلص، يعني مبين انه رايحين على تنافس اكثر، ومبينت اليوم بالاجتماع وزراء الخارجيه ما صار يعني من بعدهم هلا الخلاف، يعني هلا صار في ترتيب البيت الداخلي اولويه، ترتيب البيت الداخلي واضح انه كمان اذا استمرت بهذا المنوال قاعدين رح نعمل لها شغلتنا وعملوا انتم ضد الاخوان المسلمين ونحن بدنا ندعم الاخوان المسلمين، انتم بتدعموا النصره نحن رح ندعم داعش، انتم بتدعموا الجيش الاسلامي نحن وساحات صراع مفتوحه. فاحلى شيء تكون الشغل وين؟ بالساحه الاكثر شيء ملتهبه اللي هي الساحه السوريه، فبنصير نتبارى هونيك بطريقه. واجت التركي كمان على الخط، هلا التركي كمان عنده مشكله، ما كمان حطوا رهاناتهم الشباب بس كانه التركي المحل. اقترب اكثر فاكثر من ايران وزاح شوي عن المحور الاخر. ايه بس بعده عينه على جزء من سوريا، ما سوريا على حدوده. ايران شوي بعيده. فكمان في كمان البيئه الملائمه له، في الاخوان المسلمين اللي بعده موجودين بسوريا اللي هن بيعتبرون للاسف تركيا اشتغلت ايديولوجيا ما اشتغلت مصالح دول، في حين ايران كانت عم تشتغل مصالح الدوله العليا اهم من الايديولوجيا، بدليل انه مثلا تخانقوا انه حماس ما زعلوا منها الايرانيين انه نحن بحاجه لها بكره مشان الاتفاق مشان اتفاق السلام بخليها عندي، ما زعلتها برجع برضيها. بينما مثلا السعوديه اختلفت هي وحماس سكرت لهم كل الابواب، تركيا اليوم لان مصلحة الايديولوجيا اقوى من المصلحة
الدولة عندها، فانه رح تضلوا دعمها لحماس كبير، للاخوان الكبير، فعند الاخوان بسوريا بدها تتعامل معهم، عند السنه اللي بسوريا كيف بدها تتعامل معهم، فرح تضلنا شائت ام ابد عنصر فاعل باللعبه التركيه. وبما انه التغيير في تركيا بعده لحد اليوم صعب رغم كل الازمه الكبيره اللي صايره، بس انه على ما يبدو كل المؤشرات بتقول انه بعده حزب اردوغان رح يستمر بالسلطه لفتره معينه، لانه البديل غير متوافر ولا يزال ضعيف. وحتى ولو تغير كمان حتتغير معه اللعبة بطريقة أخرى. فبالتركية ما فيك تقولي أنه بطلت لاعب في سوريا، لاعب طبعا على الملعب الثاني، على ملعب المعارضة، فتركيا عم تلعب بملعب المعارضة، وقطر عم تلعب بملعب المعارضة، بس كأنها انكفأت شوي يعني وسكرت حدودها بفترة معينة، يعني بطل حتى حتى قادرة. بالخطابات بعرف بس مش قادرة. طب شو بتعمل فيهم؟ ما حلفاء بالائتلاف الوطني يعني الأخوان المسلمين شو بتقول لهم؟ قلهم خلاص باي باي سكرنا، هلا عم يخلص ازمته، مشان هيك مش واعي، يعني شايف انه صارت سكين على رقبته، والقصه بينه بالداخل التركي منه بسيطه، والقصه مع امريكا معت بسيطه، يعني بكل بساطه هي جوهر الموضوع العلاقه مع ايران، انه هن فاتحين انه كانوا على ايران، بس انه في حدود، على ما يبدو انه القصه قصه مصاري وبعشرات المليارات من الدولارات كانت عم تصير عبر تركيا وعبر اردوغان تحديدا. مشان هيك الامريكان هالقد حربانين عليه. لاحظي مين حركوله، حركوله جولن اللي عايش عندهم، اللي هو كان امبارح رفيقه، ما حدا عم يقدر يفهم سبب هالخلاف الكبير بين جولن وبين اردوغان، انه في حدا قال له لجولن تفضل اشتغل. السفير الامريكاني من بعد ما كان يحبه كثير لاردوغان فجاه كمان اخذ منه موقف، فاذا الامريكان كمان يعني انه فايتين على الخط التركي. المهم ما يهمنا بالموضوع انه تركيا مظبوط انحصرت دوره في سوريا، لكن لا تزال لاعب، قطر لا تزال لاعب، السعوديه لا تزال لاعب، الفرنسيين لا يزالون لاعبين، لانه بالنسبه لهم سوريا بعدها كثير مهمه، ويمكن بكره العراق لاعب، والاردن لاعب، ولبنان حزب الله لاعب، وسوريا ومصر اكيد اذا بترتاح شوي كمان ما فيها تبطل تكون لاعب، فكله عاد عم يلعب بالسياحة السورية. فشو ممكن تتخيلي من مشهد من دون أفق تسوية؟ فبتصير مش بس صومال، بتصير أسوأ من صومال. خلينا ناخد فاصل إعلاني ورح نحكي بعد الفاصل عن أمريكا وروسيا، عن أوكرانيا والقرم. طبعا يعني حضرتك خبير بهالمجال هيدا، فكل التفاصيل بعد الفاصل الإعلاني، ابقوا معنا. نتابع بيروت اليوم مع الصحافي والكاتب السياسي أمين أموري. أستاذ أمين، هل انتصر بوتين بضم القرم إلى روسيا؟ حرام يعني أول شيء بعرف أنه في قسم من الناس خاصة بظل الانقسام اللي صاير على سوريا أنه ما كتير بيحبوا بوتين، يعني أنه شخصية الديكتاتور الجديد، وفي كتير ناس لو مش ما بتأيدوا معجوبة بشخصه بشخصيته. ما في شك أنه هو من أنه حليف صادق لمين ما كان. ما في شك أنه هو من قادة العالم اليوم الأكثر تميزا، ما في شك. يعني إذا بتختاري من هو الفاعل، كان بعد كان في أردوغان مثلا بفترة راح بأخوه، بين أوباما وبين أولاند وبين كاميرون، يعني أيوة. ما بدها تقارن أسماء باسم لامع، اسم لامع وحاضر، بغض النظر شو الموقف منه، أنه كيف تعامل بسوريا أو كيف ما تعامل غير سوريا. في من قرنين لحد اليوم أكثر شيء بيزعج الغرب أن يرى روسيا مرتاحة، ما بعرف ليش ما بيحبوها، كان بيحبوها بس ما بيحبوها تكبر عليهم، يمكن أنهم أرثوذكس ما بعرف. فمن في عندهم مشكلة مع كل القياصرة، مع كاترين، مع الأولى الثانية بالحرب العالمية، دايما عينهم على روسيا. وعلى ما يبدو يعني سقط الاتحاد السوفيتي، منهار الاتحاد السوفيتي، ما في شيء زعجهم بطريقه من الطرق، انه كيف عمل سوتشي مثلا، كيف عمل الحفله، هو بلز منتصر. هل قد هيك تفاصيل تزعج دول كبيره؟ ما يعني روسيا ما لازم تقوم، يعني بالنسبه لهم انه فينا نلحق روسيا على باب بيتها، ما عندنا مشكله نفوت حتى نحرق لها البيت يعني. فانه اخر مره مثلا ما هو مبسوط بانتصاراته بسوتشي واخذ الميداليات، وانه عم ياخذ ما بعرف شو بسوريا، عم تقدم بتجي بتطرقيه ضربه بنص بيته على باب البيت. يا عمي اوكرانيا بالنسبه لروسيا كيف يعني الكركوك بالنسبه للكراد، حياه القرم تحديدا يعني
كيف يعني القدس بالنسبة للمسلمين والمسيحيين بالعالم؟ هل قد علاقة عضوية؟ حتما أكيد أكيد علاقته علاقة روسيا بكييف وعلاقة روسيا بالقرم أكثر بكثير من علاقة الإنجليز بفوكلاند. بيبعثوا جيوشهم آلاف الكيلومترات يرجعوا يحرروا هذه الجزيرة المسيحية بآخر العالم. الفرنسوية دقيت فيهم بأصبعهم هيك بمالي وبأفريقيا الوسطى بعثوا جيوشهم يحرروا الأخضر واليابس. تيجي بتطرقيه كف على باب بيته بنص أوكرانيا. يعني بعدين القرم اول شيء جغرافيا في اتصال يعني منطقه كرش في هيك تلاقي يعني بين وكل عمرهم هي المقياس بالنسبه لروسيا. اذا روسيا صاعده تكون القرم معها، اذا روسيا منحذره بتكون بلا 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 بلا, بلا القرم يعني جرديه منها. فبعد القرم اذا اخذت منها القرم وكييف بتصير روسيا بدك تدافع فيها عن الكرملين. اذا اليوم اشطيها خلينا نقول هل صحيح تاريخيا كانت القرم لا روسيا ولكن اداريا تبعتها باوكرانيا اللي قرب الجغرافيا هي شقفة من روسيا هي شقفة من روسيا هلا مزبوط بالخريطه موصوله ب ب ب باوكرانيا كثير بتبين بس من ميله ثانيه 60% شعبها روس ايه من روس وعايشين الروس فيها. انا يعني مش عم بحكي انا بعرف المنطقه زائرها يعني قاعد فيها وبعرفها كثير منيح فانه كل عمرها هذه تابعه لروسيا. كييف نفسها كانت عاصمه الامبراطوريه الروسيه يعني بالزمانات. فهل أدي في اختلاط؟ هل أدي في تعامل؟ هل أدي في علاقات؟ فإنه اليوم إذا أنت أشطي أوكرانيا لروسيا وبكرة يعني معناتها سكتت يعني بكرة كمان بيلاروسيا هذه العلاقات اللي بعدها مميزة شوي صغيرة بيناتهم رح تشطي إياها وبكرة رح تروح عند شيشان تقولون يا شيشان أنتوا إسلام هدول الروس لاعسينكم فإنه شوفوكم لو سكتت عليها رح تصير رح على داغستان بكون تروحوا ما بعرف وين بالسيرة قاعدة جوا بقلب البيت بالكرملين قاعدة عم تولعي له نار بقلب بيته فطرقتي كف على باب البيت انه شو عليه يعمل انه غير عادل ما بعرف شو انه عم يخالف القانون الدولي. ويا حبيبي من امبارح انت كوسوفو عملت نفس الشيء مع صربيا يعني الامريكاني انه نفس الواقع انه اهل كوسوفو بحجه انه هن بدهم ينفصلوا عن صربيا راحوا عملوا دوله مستقله. فهذول عم يقولوا كمان اهل القريم اللي هن روس انه نحن بدنا ننضم لروسيا. كل عقوبات العالم كل مشاكل العالم كل المصايب نزلت على البعض وصف الاستفتاء بالمهزله. حضرتك شو رايك الاستفتاء يعني حقيقي ولا لا؟ انتم عم تقولوا ما هذا القانون الدولي ما هذه الصيغه اللي اعتمدت كوسوفو. كوسوفو لما قالوا تبرروا فصلة عن صربيا شو كان وقتها فصلوها عن صربيا كاي بروسيا كمان انه هيدي اخر منطقه سلاف ببعضهم يعني اورثوذكس ببعضهم في علاقه تاريخيه بيناتهم فانه ليش فصلوها صاروا هن بيحبوا المسلمين صاروا بكوسوفو انه روحوا عملوا استفتاء هنيكي وانه ها ولحاله خاصه فقط مره واحده فقط. يا حبيبي ليش بتزبط بكوسوفو وما بتزبط بالقرم؟ ما انت امبارح عشطني اوكرانيا كلها هيك دفعه واحده. هو اللي بيعرف الاتفاق كمان اللي صاير الاتفاق بنص على انه في انتخابات مبكره اتفقنا على الانتخابات المبكره وحكومه انتقاليه بليله ما فيها ضوء قمر هجموا اخذوا كل شيء طرقوا بوكس لبوتين وطرقوا البوكس الاكبر لمين للاوروبيين. ليه؟ الاوروبيين حجم التعاطي الاقتصادي بين اوروبا وبين روسيا بيوصل ل 700 مليار دولار مع امريكا ما في يعني الاستثمارات الروسيه بالاستثمارات الاوروبيه بروسيا كثير كبيره وبتعادلها الاستثمارات الروسيه باوروبا التبادل التجاري بس ليه لكن الاوروبيين وقفوا مع الامريكان مرغمين هن عم يحاولوا قدر الامكان يعملوا اتفاق سياسي لتقريبهم لهم يعني باتفاق الاتحاد الاوروبي وعملنا اتفاق قضيتوا على الاتفاق حطيتونا بالزاوية. هلا صارت المانيا مضطره تقطع علاقتها مع روسيا. شو هي علاقه بسيطه؟ ما كل ما نحن مضبوط دوله غنيه المانيا بس جزء من غنانا هو لان نحن نشتري من روسيا ونبيع روسيا. بس كان لازم يعملوا دول اوروبا مصالحهم يعني انه شافوا انه مصلحتهم رح تهتز بروسيا حتى بهذا المحل ما بقى في عنده خيار انه هذا عم يلعب بالخرائط الاوروبيه فصاروا الاوروبيين مضطرين ياخذوا موقف. اما اذا تركت الامور للاوروبيين بفاوضوا هن والروس بلاقوا صيغه لاوكرانيا بعدين كبيتينهم 45 مليون بني ادم. لو يا حبيبي ما انت منك قادر تحل مشكله ابرص كيف بدك تحل مشكله 45 مليون واحد؟ ابرص ما فيها ما بيطلعوا لهم 300 400 الف زلمه ما قادر تطعميهم. كيف تحل مشكلة اليونان بعد هلأ ما قادرة تخلق؟ كبيتيلهم كرة نار بحضنهم. أول شيء الأمريكان طرقوا الروس ضربوهم ضرب كبيرة وضربوا الأوكرانيين ضربوا الأوروبيين ضرب كبيرة. طب شو بيعمل بوتين بهذه الحالة؟ أنه فيني أعمل بأكثر شيء سلس ودمس ومقبول دوليا هو أعمل استفتاء أقدم
شقفة من أوكرانيا، بس بين القرم وبين أوكرانيا أكيد لو كانت أوكرانيا كلها بجيبته مثل ما كانت قبل أفضل بكثير من أن يكون القرم لأله. فعمليا خسران، يعني عمليا طلعتيه من الحمص. بس لا خسران، هو قبل هاي المشكلة ما كانت أوكرانيا، يعني كانت بطريقة إيه بس الرئيس تقله بالانتخابات، هذا الانتخابات شوي. منتخب هذا الرئيس منتخب، لأنه بكل بساطة المعارضة البرتقالية أو الثورة البرتقالية ما قدروا يحلوا مشاكل أوكرانيا، ولما أجوا بدهم يعملوا انتخابات هل قد عملوا فساد. الآن بالانتخابات رجعوا انصار الروس، الاقتصاد الأوكراني كله محطوط بالمناطق الشرقية بتحكي روسي، بعدين البضاعة الأوكرانية بأوكرانيا إذا بدك تنجي حليب أو خضار بالمعايير الأوروبية ما بيشتروها الأوروبيين منك، مين كان ياخذ؟ الروس. اصطناعاتهم ما بياخذوها الأوروبيين لأنه لا تنطبق مع المعايير، فبياخذوها الروس، فنفسهم روسي، حياتهم روسي، بس عم يحلموا بالباسبور الأوروبي، إنه هن بدهم باسبور أوروبي بس نعيش حياة روسية، كل شيء بنبيع لروسيا وناخد نحن من روسيا. وشو فكروا الأوروبيين؟ أنه مناخد أوكرانيا بالسياسي ومنترك هم أوكرانيا على الروس، لأنه روسيا لازم تظلنا تعطيهم غاز ببلاش ونفط ببلاش وتدفع لهم 15 مليار دولار. قال لهم لا استوب، ماشي الحال، أنتوا تحملوا مسؤولية الجزء الغربي من أوكرانيا وأنا رح أخذ الجزء الشرقي من أوكرانيا وتحملوا بهذه الطريقة. هل انتصر على صعيد أنه خرب كل الصورة؟ تخربت كل الصورة، كانت العالم مع روسيا، خربت الصورة، بس يعني صار هو قوة بوجه بالعالم. في 1000 قاعدة عسكرية للأمريكان في الخارج ب 130 دولة، ما في دولة بالعالم ما في قاعدة أمريكية. بالسودان في قاعدة أمريكية بيمروا بياخدوا صفهم بتوقف عندهم، بدياغو غارسيا بقطر، بالكويت، بالجزائر، بالمغرب، 100,000 قاعدة عسكرية ب 130 دولة في للأمريكان. روسيا عندها 2، واحدة بطرطوس واحدة كانت هلأ بسيباستوبول، واحدة عليها حرب والتانية خلصت راحت على صار فيها حرب، ما بقى لهم شيء. ضاقت بعينكم قاعدتين عسكريتين للروس خارج حدودهم، بدهم يقشطون اياها حتى هذه كمان، وانه بكره من بعد ما تخلص هذه القاعده فايت على قواعدك العسكريه جوا اللي محطوطه بجمهوريات الحكم الذاتي اللي عندك، بدي اشرك اني وحده وحده. طب شو بدك؟ هل ستؤثر العقوبات اللي عم تفرض وفرضت على موسكو من قبل الامريكيين من قبل الاوروبيين؟ كانوا بفضلوا انه لا، كانوا بفضلوا يكون الروس بعلاقه سويه مع العالم ويفوتوا باللعبه الاقتصاديه العالميه، لا اليوم عم يضطر ليهم ترجعوا للخيارات الدراماتيكيه او الخيارات المتشدده. صاروا مضطرين يفتحوا علاقات مع الصينيين، صاروا مضطرين غيروا كمان من الكماليات ومن الرفاه اللي هن فيه. المانيا منا تفصيل بالنسبه لهم، اوروبا مش تفصيل، هن مش بياخذوا بس سيارات مرسيدس ولا بي ام، كمان بياخذوا الموتورات الكبيره والاشياء الكبيره اللي لها علاقه بصناعه النفط اللي لها علاقه بالتعدين، كله هذا شغل الماني شغل اوروبي. الاوروبيين رح يتضرروا لانه ما بقى فيهم يبيعوا بضاعتهم لروسيا، وروسيا رح تتضرر لانه شغل اساسي من المصانع، والامريكان بعاد يعني ما متضررين الامريكان، لا ما في شيء بيخسروه. حتى لو هلا صدروا لهم موجوداتهم يعني 7 مليار التبادل التجاري 7 مليار مش اكثر من هيك يعني، والاستثمارات حجم الاستثمارات 70 مليار او شيء من النوع، حتى لو اخذوهم الروس كلهم ما عندهم مشكله، ما بيخسروا شيء الامريكان يعني حجم علاقته حجم التبادل يعني. ورطوا الاوروبيين، ورطوا الاوروبيين، ورطوا بالروس، وقعدوا على جنب عم يتفرجوا على الكل، وبتفرض عليهم عقوبات للروس، بتخربي لهم بيتهم، مين بيدفع الثمن بكره؟ رح يدفع الثمن الاوكرانيين، وطبعا الاقتصاد الاوروبي، بدل ما الاقتصاد الاوروبي يتعافى ويرجع يصير ندى الاقتصاد الامريكي. هل ممكن لبوتين استاذ امين انه يرد الضربه للامريكان بمكان اخر؟ هيدا اللي عم يقدر يرده، اكثر شيء قدر ياخذه للقرن. طب شو بيعمل؟ هلا مثلا بلش يقول انه في الاقليات الروسيه اللي منتشره في كل الاصقاع، ما هي روسيا حقيقه سنه 1991 لما تقسم تعرض الشعب الروسي لاكبر نكسه بتاريخه، ما هن موزعين، قسم منهم باستونيا، قسم منهم بليتوانيا، قسم منهم بمولدوفيا، قسم منهم بكازاخستان، قسم حرموهم من بلدهم، تقسموا صاروا قاعدين جوا هيك كلياتهم، ولحقنهم على هدول اللي جوا بدهم يقشرون اياهم. فحتما الضربه اللي تلقاها الروسي كثير كبيره، بس ربما هيدا قد يكون دافع لانه يصيروا الروس يشتغلوا بطريقه ثانيه، بينسوا العالم اوقات انه بالحرب لما نابليون فات على اخذ اوروبا وراح على روسيا خلى الروس بعد الحرب يفيقوا انه وين جاي عم يحدد وصل عبيب موسكو، ولعوا موسكو بحالهم حرقوها وعملوا الرد الفعل، ما حدا سقطوا فعلا هزموا الا الروس. هتلر نفس الشيء، كمان كانت روسيا انهارت لما كمان وصلوا على ابواب موسكو، وصلوا على ابواب لينينغراد وقتها
اضطر روسيا يعملوا عمل شيء ثاني. يمكن كمان بهالطريقه عم تستفز او عم تحفز فيهم ليرجع يعملوا اقتصاد خاص فيهم، علاقات خاصة فيهم، ويعملوا نوع من التحدي جديد. أنا ما بستغرب بكرة أنه مثلا يعملوا هن والصينيين عمل جديدة، في مشاريع من هذا النوع، يعملوا هن والصينيين مشاريع مع دول البريكس ويعني تحالفات اقتصادية وتحالفات سياسية، لأنه عم يقولي حتى للصينيين الأمريكان بهذه الطريقة أنه جايكم الدور، وللبرازيليين انه ما تنبصوا كثير بدوركم. ما حدا قادر يلعب لعبه مع الامريكان، يعني هن فرق كثير كبير. امريكا لا تزال تتفوق تفوق ساحق على كل العالم، بس ما بدها تشوف حدا انه حتى هذا الدور الصغير اللي عم يلعبه بدوله ما في بعد في دوله غير سوريا عم يلعب فيها. هل هو تفصيل الدور اللي اخذه بمصر من بعد ما الامريكان ما في دور بمصر؟ هذا شكلي دور مصر بعده، هذا كمان السيسي عم ماذا عن صفقه السلاح؟ ما في صفقه سلاح كان حكى عنها لحتى انه الامريكان تعالوا انا فيني بعد لحد اليوم عم يفاوض هو الامريكان. كيف تفاوضي مع الامريكان؟ بتقولي له انا بروح عند الروس، بصيروا الامريكان بيجوا لعندك يتعاملوا معي يعني بطريقه ثانيه، لانه هلا بعتقد بمصر بعد شوي ممكن انه تيجي تغريده الروسي بشيء ثاني، انه احنا بحاجه لليبيا. ليبيا لانه فوضى كامله، يعني ما حدا عم يعرف شو عم بيصير، والنفط والغاز موضوع اساسي، يعني الاوروبيين في قلق كبير من اللي عم بيصير، والهجره يعني بالنسبه لهم ليبيا نفط غاز وهجره، لا فرقه بيجوا من طريق ليبيا على ايطاليا بفوتوا لجوا. فمين بيقدر يوقفها لهذه الحاله الفوضى؟ المصري. بكره بيفاوضوا له المصري، انسى الروس، انسى الايرانيين، انسى السعوديه، تعال نعطيك حصه بليبيا بنتفق احنا وياك، هيك بنعوض الغاز والنفط اللي خسرناه من اوكرانيا. بلشوا يفتشوا عن بدايل الاوروبيين عن عن الغاز الروسي اللي كان كامش فيه الكل. وين منو هذا النفط؟ وين بده يجي الغاز؟ من دولتين اساسيتين قادرين على الموضوع، الجزائر وليبيا بالميلي والعراق. هلا بكره كمان ما بتستغربي كمان تتحسن العلاقات الامريكيه الاوروبيه مع العراقيين ويفتحوا لهم باب انه شو بدها بننظف. هل هي رد للي عمله بوتين مع سوريا؟ يعني طبعا هذا واحد منهم، يعني كيف عم تثبت حالك؟ كيف عم ترجع على الخريطه؟ ممنوع ترجع، ممنوع تتنفس. نحن بنقرر، نحن وحدنا السيد اللعبي، ونحن وحدنا بنحدد الادوار. حضرتك كتبت مقال تحدثت فيه، ما بعرف هون كنت اسالك يعني هل شخصيه الرئيس بتاثر؟ يعني شخصيه الرئيس باراك اوباما والصوره اللي تصور فيها انه ضعيف ومتردد بتاثر؟ هو ثلاث وجوه بنفس الوقت، يعني ممكن يكون وجه باربي يعني هيك ما بتسم، ممكن يكون وجه القاسي بعض الاحيان، ممكن يكون وجه السفاح، في يكون ثلاثه مع بعضهم بنفس الوقت. لانه مثلا مين استخدم طيارات بلا طيارات بالعالم وعلى اعلى نسبه وبكثافه فظيعه، يعني بباكستان وبافغانستان وباليمن؟ اوباما. هو ما في ايام بوش ما كان، بوش ما كانت هالقد، فات فلاحه عن ابو جنب، ما حتى ما كان مستعد يطلع طيار جيل مشان ما يشعر بالخطر. طيارات من بعيد بتشتغل من تحت مثل الريموت كنترول، بتطلع بتقتل وبتعمل اللي بدها اياه. بعدين هيك على الناعم، يعني طرقوا ضرب بيسوى حياته لبوتين على الناعم على الخفيف. بعدين قشطها لسوريا سلاحها خليني اقطعك كل شيء كتبت بارتيكل النووي بمفاوضات ببساطه، وانه انتم منتصرين يا شباب، هن مش منتصرين، هن خسرانين. يعني انت ممنوع تملك قوه تنافس فيها امريكا، ممنوع تنافس فيها حدا، فعنده شخصيه بتجمع كل شيء. حضرتك كتبت تيودور روزفلت الذي يعتبر من الرؤساء الامريكيين العظام اعتمد سياسه خارجيه ملخصها تكلم بهدوء وحمل عصا كبيره، اما من خلفه في البيت الابيض بعد نحو 100 عام اللي هو باراك اوباما قرر العكس تماما، اصرخ بصوت عال ولا تحمل عصا. ايه بس هو انا هيدا عم اقوله للاوكرانيين ما كثير تتكلوا عليه، لانه اكيد نايم ومرتاح مش فارقه معه كيف بده ياكلوا الاوكرانيين. هو منو عم هو بيحمل عصا لما بده، لما تكون مصالح امريكا بتدق وممنوع حدا يقوم، استعمل العصا ضد بوتين. مش بالضروره يستعمل العصا ليحمي الاوكرانيين، يعني في فرق. يعني اللي اليوم عم يشوفوا انه هو المنقذ، حضرتك عم بتقول لهم انتبهوا حيترككم، رح يتركهم مثل ما ترك السوريين ومثل ما رح يترك اي واحد ثاني، لانه منو يعني في نام ومطمن باله، مش رح يطعمي 45 مليون اوكراني. ومن اوكرانيا ايطاليا ومن المانيا واليابان بعد الحرب العالميه الثانيه، ما انه رح يعملوا خطه مارشال لحتى، لانه كان في غايه من وراها، فرح ينسوهم الناس ويتركهم للاوروبيين يتخانقوا هن وياهم يشوفوا كيف بدهم يطعموهم ويحلوا لهم مشاكلهم. ورح تشوفي مشاكل باوكرانيا لها بدايه ليس لها نهايه، بكره رح يبلشوا يمكن يقوصوا على بعضهم بمنطقه الشرق او بمناطق ثانيه.
يعني ما هيدا هيك هيدا الطريقه اللي بيشتغل فيها. استاذ امين خلص وقتنا، بدي اشكر حضورك معنا، شكرا للقراءات اللي هيك بعيده شوي عن لبنان، تحدثنا شوي عن لبنان. مشاهدينا شكرا للمتابعه، تابعوا دائما اخبار الـ MTV على تويتر وفيسبوك وعلى الموقع الالكتروني MTV.com.